بعنوان الانتماء الوطني، أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا معرضاً للتصوير الفوتوغرافي في جامعة تشرين، ضم 135 لوحة عن زيارات السيد الرئيس بشار الأسد ولقاءاته مع كل الفعاليات والنشاطات والمعالم الأثرية في الجولان السوري المحتل. هذا المعرض يعبر ويجسد الصورة الحقيقية للأزمة السورية ودور الطالب العربي السوري في الداخل والخارج، فقد وثق هذا المعرض أعمال طلبتنا التي يفتخر بها الطالب والشعب السوري في آن معا. إن فرع الاتحاد في هذه الفعالية من خلال عرض هذا المعرض الفني يود إيصال رسالة إلى مجمل ومختلف الدول العربية أن الشعب السوري بطلابه وجامعاته السورية شعب يحب الحياة، يحب المعيشة، يحب الاستمرار، ومهما حاولوا إثنائنا عن قراراتنا بالعيش الآمن سوف لن يقدروا. طلبة سوريا حقيقة أظهروا حضورا بالغا ومتميزا خلال الأزمة، خلال السنوات الست الماضية، وأثبتوا بأنهم بالفعل هم الرابطة، هم الرافعة الحقيقية خلال هذه الأزمة. رسالة صمود وتحدي، رسالة علم ومعرفة وثبات، أن طلاب سوريا صامدين رغم المحن، رغم السبع سنوات من الإرهاب الذي طالت الوطن. طلاب سوريا يوجهوا رسالة لأبطال الجيش العربي السوري، لكل الشرفاء، لكل من صمد ووقف، أن طلاب سوريا صامدين في خندق العلم والمعرفة. هو بيهدف أنه الطلاب يكونوا ينتموا لوطنهم بشكل جيد عن طريق معارض، عن طريق ندوات، عن طريق أي شيء. ونحن بالاتحاد الوطني لطلبة سوريا بنحرص كثير أنه نجمع الطلاب ونعمل لهم أنشطة ثقافية وأنشطة فنية، أول شيء مشان يظلوا يعملوا جو شبابي مع بعضهم، وثاني شيء بيعزز الانتماء عند الشباب. المعرض يعبر عن نشاطات وفعاليات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ضمن الاحتفال بعيد الطالب العربي السوري، وشارك في افتتاحه عدد من الفعاليات الطلابية والحزبية والنقابية والأكاديمية. جينا اليوم بهذا المعرض حتى نأكد مشاركتنا ووقوفنا نحن كطلبة سوريا مع القيادة الحكيمة. اليوم جينا لنجدد الذكرى 67 لعيد الطالب السوري. بمناسبة الذكرى 67 لعيد الطالب السوري جينا كطلبة لحتى نفتتح معرض من صور تذكارية لجولات السيد الرئيس بأنحاء سوريا وفي قسم للجولان، لحتى نأكد أنه هو لسه معنا ونحن رح نناضل لحتى نوصل وناخد أرضنا المحتلة. فعاليات ونشاطات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مستمرة في جميع المحافظات رغم كل الظروف والتحديات التي تشهدها سوريا، فهي رسالة صمود من الطالب السوري وسلاحه الذي يحارب به الإرهاب إلى جانب رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري.